السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا المقطع اللي غادي نعطيه لكم إن شاء الله فيه شوية الفائدة على مرض النسيان في هذا الوقت الصعيبة ديال كورونا. ما هو مرض النسيان؟ مرض النسيان ما يسمى باللغة الهولندية ديمنسي. ديمنسي كنسميه حنايا في بلادنا مرض الزهايمر. أكثرية المغاربة كيسميو هذا المرض هذا اللي فيه فقدان الذاكرة بالزهايمر. هو فيه أنواع وأشكال في هذا المرض هذا، كيقيس النساء وكيقيس الرجال، وكيجي في سن الشيخوخة، يعني الإنسان كيكون من 60 الفوق. أش تيدير هذا المرض هذا والأعراض ديالو؟ المرض هذا كيجعل الإنسان كيتبدل في الشخصية ديالو. الانسان كيولي في الساع منيرفي، في الساع كيولي عصبي، او لا يقدر يكون يولي فيه بزاف ديال الحركه، لانه قدر يكون انه قبل كيكون اجتماعي كيعجبوا له الناس. بزاف ديال الناس كيكونوا قبل ما كيكون فيهم هذا المرض هذا كيعجب لهم بزاف يعاشروا العائله، او لا كيكونوا اجتماعيين. يقدر يكون هذا الانسان بهذا المرض هذا ما غاديش يبقاو عنده هاد الرغبات، كيولي منعزل وكيعجب له يجلس بوحده. هذا المرض هذا كيسبب بزاف ديال النسيان، منهم ان الانسان كينسى بزاف، لانه هو مرض ديال العقل المخ. الانسان كينسى بزاف حتى انه هو كيولي ينسى مثلا الطريق ولا داز فيه ولا ما يقدرش يرجع ليه، كينسى طريقة باش يلبس، كينسى طريقة ولاده، كينسى الأسماء ديال ولاد ولاده مثلا، كينسى بزاف. ولو حتى هو أنه كينسى الكلام، صعيب عليه يخرج الكلمة أو لا يعبر على شنو بغى. هاد الناس هادو كيوقع لهم تلخبيط في العقل ديالهم، كينساو بزاف حتى أنهم كيوليو ما عارفينش النهار بالليل. ولكن واحد الحاجه ما كينشاوهاش هاد الناس هادو واللي عزيز عليهم بزاف واللي كيحسوا بها، وهي الاحاسيس ديالهم. هاد الناس هادو كيعجب لهم يكونوا معهم الناس اللي يعطوهم الرعايه، يعطوهم الحنان ويعطوهم العاطفه. حنا كنفتخروا بالناس اللي كيقدموا يد المساعده للناس اللي فيهم مرض الزهايمر في هاد الوقت الصعيبه ديال كورونا. هاد الوقت الصعيبه اللي تاخد منا بزاف ديال الوقت وكتطالب منا بزاف ديال الجهد. هاد الناس هادو كنطلبوا منكم انكم ما تتخلاوش عليهم، يعني من الضروري تبقاي مع اتصال المريض، دير له التليفون، تسقسي عليه، او لا تجي تزوره. من المتخصصين او لا الناس اللي كيخدموا في هاد الميدان هذا، حنا عارفين ان الناس اللي كيكونوا مرضين بمرض الزهايمر كيفوتوا واحد الوقت صعيبه في هذا الوقت ديال كورونا. علاش؟ لانهم مثلا ما يقدروش يخرجوا، ما يقدروش تزوروهم او لا تمشيو عندهم. ولكن هذا الشيء ما يمنعش ان حنايا علمونا ان من ضروري نخرجوا المريض ديالنا لبرا، الهواء يكون نقي، لان الهواء نقي ونتخرج المريض ديالك فنوزها مثلا كيساعد وكيعطي الطاقة للجسم، وكذلك كيعاون في المريض أنه يحس براسه مزيان. كذلك التغذية الصحية، الأطباء والناس اللي كيعتانيوا بالناس اللي مرادين كيوصيونا أن حنايا نعطيو تغذية صحية للمريض. يعني التغذية الصحية وشوية الجولة في برا، والنصائح اللي يكونوا يعاونوا المريض ديالنا باش يحس نفسيا انه راه كيكون في واحد الصحة جيدة. اخواتي اخواتي، غادي ناخدوكم معنا في واحد النصائح الاخيرة اللي هي ثلاثة النصائح اللي كنصحوها هنايا باش تقومي بهم او لا تقوم انت بهم للمريض ديالك. اولا كنصحو انك تبقى مع اتصال مع المريض، حاول تتصل بالمريض وتبقى معه مع اتصال باش يفرح، وكذلك باش يبقى يحس براسه مزيان. ولو احنا عرفنا ان في هاد كورونا انسان صعيب عليه يبعد على المريض متر ونص، وكذلك ياخذ الاجراءات، خذي الاجراءات ديالك
اتصلي بالمريض وكوني بقى مع اتصال مع المريض وهضر على هذا المرض هذا مع الجيران مع الناس اخرين، لان الهضره كتفيد بزاف. ثانيا المساعده، وكذلك باش تبقوا مع تواصل مع بعضياتكم. ثالثا كنصحوا انك انت ولا انت توجهي راسك الى كنتي بغيتي تساعد خوك ولا اختك اللي مريض اللي فيه مرض زهايمر بواحد الطريقه، انك مثلا تلجأ للمتخصصين، تشوف الطبيب ديال الدار، تشوف المستشفى او المتخصصين اللي كيكون متخصصين في هذا الميدان ديال مرض الزهايمر او لا مرض فقدان الذاكره. هاد المتخصصين كيكون عندهم العلم وكيكون عندهم الارشادات والمعلومات اللي يقدروا يفيدوك به اللي تسهل عليك المساعده للمريض. يعني اخواني اخواتي كاينين حتى كيس مانجرز. كيس مانجرز هما الناس متخصصين اللي كيعطيو معلومات ويقدروا يساعدوك. يعني خذ تليفون، دير معهم واحد الميعاد وطلب المساعدة من المتخصصين إن شاء الله باش تعتني بالمريض ديالك في هذا الوقت الصعيبة ديال كورونا. شكرا إخوتي أخواتي على سمع لهذا المعلومات، كنشكركم بزاف وكنتمنى إن شاء الله أن المعلومات يكونوا مفيدين.